بحد ذاته مع اللاعبين اللي يشاركوا في صفوفه مثل بلاتيني وبونياك ومثال بعض اللاعبين الاخرين اللي ما شاركوش في هذا اللقاء، حيث المنتخب الايطالي يلعب اليوم لقاء مع ايرلندا الجنوبيه، اللاعبين دوليين مثل ترديلي شيريا وروسي وكابري. تنطلق المقابله فريق يوفنتوس بقميص مخطط قميصه العادي وشورت ابيض، وانطلاقه موفقه بالنسبه لفريقنا الوطني و ركنية أولى أو ستة أمتار، بحيث الكرة ما تمسكش اللاعب المدافع. كانت محاولة من يحيى، أول إذا محاولة لفريقنا الوطن. قلت عدة نجوم، نجوم الكرة في صفوف فريق يوفنتوس وكذلك بعض الشبان لبرزو في خاصة في الموسم الماضي امثال بونيني لاعب وسط الميدان، وكذلك فينيولا رقم 9 اللي هو في تنافس كبير مع روسي من اجل احتلال المركز قلب الهجوم. وفي المدة الأخيرة فأنا هكذا باولو روسي ما شاركش في كل مقابلات فريقه كقلب هجوم وترك مكانه الى فينيولا. تفضل عبد القادر. بالفعل نعرف ايضا ان قلب الهجوم هذا روسي اللي اصبح نوعا ما نفسه هذا اللاعب فينيولا، حتى من حيث الاهداف فاصبح بلاتيني هو هداف الفريق بحيث يحتل المرتبه الاولى في ترتيب الهدافين في ايطاليا ب 10 اهداف. هذا الشيء اللي يجعل اللاعب روسي يعني عنده منافس كبير اللي هو كما اشرت به اللاعب فينيولا. شكرا، ونرجع الى اللقاء هذا اللي انطلق منذ حوالي دقيقه. فريقنا الوطني في الهجوم مقابلة تسمح له تحسين التنسيق خاصة مع تمج بعض اللاعبين المغتربين امثال خاصة ماروك اللي يشارك مع منذ بداية اللقاء. وسط كالعادة فريق هذا بلاتيني، فريق يوفنتوس قوي، شوف التفاهم كبير. ودرياتشي، درياتشي داخل المنطقة، تدخل موفق من جندوز. دائما الهجومات او المحاولات الهجومية تنطلق من اللاعب بلاتيني. بلومين بونياك ما توصلش الى رفيقه وبلاتيني مليح بدون كرة. فينيولا تركها ميدو ومعاه يحيى، يلعب كجناح أيسر. يعني بإمكان المنتخب الوطني تعزيز خط الوسط، حيث نعرف أن يحيى لاعب الوسط أكثر. حاولة خطيرة من هجوم يوفنتوس طويلة وخارجة. من ملاحظة بيوسف أن فريق يوفنتوس غير نوعا ما من طريقة اللعب، بحيث أصبح الآن يلعب. احنا نعرف باللي إيطاليا في السابق كانت تطبق طريقة دفاعية أكثر منها هجومية، بينما في السنوات الأخيرة أصبح أغلبية فرق إيطاليا تطبق طريقة هجومية محضة. المقابلة تنطلق منذ دقيقتين، كرة في وسط الميدان. صدمة تروح في الأخير ضايعة. ويش ثم بونيني يتركها إلى بلاتيني، يشوف سلسلة نتاع التمريرات بسرعة وفي الانطلاقة فينيولا. فينيولا مع رفيقه بونياك، تدخل قوي من منصوري. قوية على يسار سرباح. جمهور نقدر نقول جمهور غفير بالملعب الأولمبي
حيث ذكرنا في المقابلات اللي لعبتها الفريق الوطني أمام جمهور كبير تقريبا 50,000 متفرج اليوم. طويلة من صدمي وصلش ليح وبريو فضل طول القامة. الكرات العالية صوب دفاع يوفنتوس في أغلب الأحيان لصالح المدافعين. بويش بلومي معزول على الجهة اليمنى كان يتبع بكاريكولا واحد من اللي يحمل رقم 2 واحد من العناصر الجديدة العناصر الجيدة لفريق يوفنتوس. ومعروف فريق يوفنتوس حاليا يحتل المرتبة الخامسة ترتيب العام بعد 18 مقابلة. حد الآن المنتخب الوطني قائم بدوره حاول يبني محاولات انطلاقا من منطقة الدفاع. يحيى يحاء ما توصلش مليح تجمع سريع لعناصر فريق يوفنتوس في منطقتهم. كاريكولا الوسط كايلا بلاتي فينيولا لا ضيع نومي ثم بويش في الأخير. اليوم رقم 7 صادمي بعيدة عليه الكرة أمام رقم 6 فافيرو. صادمي هو الآخر من العناصر الجديدة لمنتخبنا الوطني اللي برزت في بالخصوص في الموسم الماضي او ابتداء من الموسم الماضي. فافيرو بلاتيني بونياك لعب تقريبا في الوسط في هذا اللقاء لحد الان اللقاء اللي انطلق منذ 7 دقائق او 8 دقائق 0-0 في النتيجه. المقابلة انطلقت منذ 8 دقائق لحد الآن كل المحاولات تأتي عن طريق هجمات مضادة بحيث اللعب مركز في وسط الميدان. نشير إلى الهجمات المضادة على الجناحين وخاصة الجناح بولياك جناح الأيسر اللي اليوم يلعب كجناح أيمن. بويش ويش جميلة صدرها في الأخير لاعب بونيلي وأول قطفة أول مرة تخرج جانبية. بعض اللاعبين ما شاركوش في هذا اللقاء مثل عصاد اللي شفناه كان مع رفاقه وهذا بسبب الجروح وكذلك من رزقان. معركة كبيرة في وسط الميدان. لا سوء تفاهم في بعض الأحيان هذا من بسبب انسجام غير جيد بين أفراد المنتخب الوطني ولهذا فالمقابلات مثل هذه مع فريق يوفنتوس اليوم وفريق اخر او منتخب اخر فتساعد كثير اللاعبين في تحسين الانسجام فوق الميدان.
كاريكولا. تروح في الأخير ضيعة إلى جانب النقص في الانسجام اللي لاحظناه. ما ننساش أنه فريق يوفنتوس من أحسن فرق في أوروبا، متأهل حاليا لدور ربع نهائي في كأس أوروبا. شوف اللقطة هذه كيف زوج لاعبين بلومي وبويش كانوا محصورين من طرف ثلاث مدافعين، ثلاث لاعبين كانوا في حالة الدفاع. الفريق جميلة هذه من بويش، سلسلة من المرات، توزيعة وركلية بعد تدخل بريو، ركلية على يمين الحارس تاكوني، طول القامة متر وثلاثة وثمانين تاكوني. أوك لو غادي داخل المنطقة، حاول محاولة جميلة فردية من مروخ. المحاولة الثانية يقوم بها منذ بداية اللقاء هذا، يعني منذ عشر دقائق، ودائما صفر مقابل صفر. الكرة في وسط الميدان، بونياك يقول في الأخير أنصال حكم المقابلة مخالفة. ويش جميلة من بلومي، بلومي غير ملاحظة أنه فريق هجوم مضاد لصالح الفريق الإيطالي. بونياك إلى بلاتيني، كرة في الأخير، كرة رائعة لصالح كان الحكم السيد حنصال أعلن قبل عن التسلل لصالح الفريق الجزائري. ملاحظة أيضا أن الفريق الإيطالي زيادة على الهجومات المضادة فيه أيضا تنسيق خاصة في وسط الميدان. صادمي تروح في الأخير ضايعة. نظن أيضا أن التحذير غير كافي لحد الآن. الفريق الوطني يعني فيه عناصر جديدة والتحضيرات بدأت منذ تقريبا شهر، غير كافي للقيام بمقابلة كما ينبغي خاصة أمام الفرق مثل فريق جوفنتوس اللي يعتبر من أحسن فرق في أوروبا. هذا بونياك خطير جدا، بونياك اللي يلعب كما نعرف في الفريق الوطني البولوني. فينيولا يحاول يغير الكرة اتجاه بلاتيني، في الأخير سدها سلاح. وغياب بعض العناصر في صفوف يوفنتوس ما يأثرش كثير لأنه فيه لاعبين آخرين يعوضوا، يعني هذا اللاعبين اللي غابوا اليوم يعوضوهم كما ينبغي بحيث يأدوا المقابلة على أحسن وجه خاصة هذا قلب الهجوم فينيولا اللي شاهدوه يتحرك كثير منذ انطلاقة المقابلة. ممتازة التمريرات من طرف بلاتيني، دائما في المكان المناسب ودائما في ظروف حسنة للرفيق. وهذا التسلل الواضح تاع برياتشي، جمهور غفير حوالي 40 ألف متفرج، ربما أكثر بمدرجات الملعب الأولمبي، منهم عدد لا بأس به من أنصار فريق يوفنتوس. مروك حاول ينسق اللعب في الوسط مع بلومي، ها
من جوشاف، ومن هناك قائد الفريق قندوز يحيى ينطلق مناد، ولكن يوجد نفسه في وضع التسلل مليحة، لكن معزول بلومي من اللي بذل المجهود منذ بداية اللقاء. يحيى كل حد الآن، فالمحاولات أو يحاولوا عناصر الفريق الوطني اللعب عن طريق أو الهجوم عن طريق التمريرات القصيرة السريعة، تبادل سريع للكرة بين زوج أو ثلاث لاعبين، بالإضافة إلى المحاولات الفردية الدخول بالطريقة الفردية. كاريكولا وسط طائعة لرفيقه ليميدو، يلعب في وسط الدفاع في مكان حتى واحد ما توصلش إلى ماروك، وكذلك إلى مناد بالخصوص اللي ما شاهدناش لحد الآن، ما توصلوش كرات نظرا للحراسة المضروبة عليه، وانت صعبة اللومي مليحة، لكن الرد كان شوف هنا كان توقف باللومي، لأن ما كانش لازم يعني من مناد يرجع الكرة، بحيث لما يرجع الكرة بطبيعة الحال باللومي كان في وضع التسلل، لذلك فتوقف وكان خايف من وضعية التسلل. اللومي اللي تلقى على الجهة اليسرى فينيولا ياتشي وكاريكولا فينيولا وبونيني ليميدو بونيني تدخل تاع صدري ومخالفة ضده أمام برياجي. سبعتاش دقيقة لا الشوط الأول والنتيجة 0-0. ليميدو رقم 3، واحد من العناصر الغير معروفة بالنسبة لفريق مراكش. البويش اللي هو الاخر يلعب على الجهه اليمنى، يعني يلعب كجناح ايمن، شفنا استعمال بويش على الجهه اليمنى ويحيى الجهه اليسرى، واثنين قادرين يلعبوا في الوسط. لعب خطير فافيرو ومناد وفي الاخير منصور. مرفوعة بها وتوصلش الدرجة يرقبها مناد بونيلي فينيولا اتجاه بلاتيني، لكن يسبقه مناد ماروك ليحا يحيى أمام زوج لاعبين بريو وبرانديلي، لكن معزول شوف زوج لاعبين أمامه، ومن الماء عناصر فريق مراكش قام ومراقبة من قريب، وكذلك ذكاء في اللعب والتغطية دائما. صبي بوش مقابلات مثل هذه صعبة بالنسبة للمنتخب، حيث المنتخب يعني فيه متكون من لاعبين جاو يعني من فرق مختلفة، بينما لما يلعب امام فريق فالفريق هو نادي يعني اللاعبين متعودين يلعبوا دائما في صفوف فريق واحد، يعني متعودين يعني دائما كاين فيه تفاهم، ولذلك فالمقابلات مثل هذه تكون دائما صعبه بالنسبه لمنتخب، بحيث الفريق يكون منسجم اكثر. بينما الفريق الوطني لاعبين يجي من مختلف الفرق، الشيء اللي صعب من المهمه، وخاصه كي يكون التحضير غير كافي. لكن الملاحظ انه الفريق الوطني هذه خطيره داخل منطقه 18 متر في الاخير،
تروح لصالح الحارس الطاكوني. والملاحظ أنه الفريق الوطني كما قلت يعتمد كثير على الفرديات، ولذا نشوف في كل مرة اللاعب يكون معزول، يكون أمام مدافعين اثنين، هذا الشيء اللي يزيد صعب من مهمة الفريق. بينما فريق يوفنتوس نشوف يهاجم بأربعة خمس، يعني هذا بلاتيني داخل منطقة 18 متر، تروح في الأخير ضايعة رغم التمريرة الذكية من بلاتيني من لاعب رياتشي بدوني. كل حال كانت لقطة خطيرة جدا، شوف كيف تمكن فريق يوفنتوس مباغتة الدفاع بسرعة، انطلاقة تاع خمس لاعبين في كل مرة تصعد من مهمة الدفاع. بويش وبلومي ثم مناد، بويش ياحي أكثر سرعة في التنفيذ، ماروك لقطة جميلة، ماروك ياحي توزيعة أرضية، ولكن من هناك بريو حولها كانت انطلقت من بويش على السرعة رفقة بلومي وماروك، والتصفيقات من الجمهور نقدر نعتبرها تصفيقات تشجيعية، لذلك نقدر نعتبر الفريق أو المنتخب منتخب جديد، أول مرة يلعب بهذه التشكيلة. بلاتيني حاول مرر الكرة في ظروف ملائمة لرفيقه، وسط فينيولا خطيرة بمساعدة بونياك، رد من الدفاع وبويش هجم عكس بويش ما يتفهمش مع صادمي في الأخير قندوس شي ساعد خط الهجوم ياحي صادمي بل ثم يحي صدمي مهارية روك. الكرة دائما في منطقة المنتخب الوطني يصعب عليه خروجها، لومي قائم بدور هائل كل مرة يمر وبسهولة، وكورتو ما توصلش لأن ما كانش فيه مساعدة في الوسط، تبقى الكرة لصالح المنتخب الوطني. ميلا والتاكوني أمام مناد، لقطة جميلة جميلة حقيقة، نلاحظ أن الفريق الوطني عندما يلعب بطريقة منسجمة ويترك الفرديات فإنه يشكل خطورة على دفاع يوفنتوس. وبعض الأحيان يضطر اللاعب استعمال يعني الحل الفردي، لهذا نظرا للمضايقة أو المضايقة المضروبة على رفاقه، ما قدرش يمر الكرة في ظروف صعبة. نظن بلي منذ الكرة عند بلومي، بلومي اللي كان أخطر لاعب في صفوف الفريق الوطني وأدى دوره كما ينبغي لحد الآن. كان تدخل قوي من فابيرو ستة، شوف لما هذا الشيء اللي وقع بالخصوص في إيطاليا وعند الفرق يعني اللي عندها خبرة، لما اللاعب يقدر يشكل خطورة ويقدر يمر فيضطر المدافع ارتكاب الخطا وما يتركش اللاعب يمر. مخالفه من حوالي 25 متر، قذفه قويه من ماروك لكن ترجع في الاخير. منصوري وماروك، بويش يطلب الكره على الجهه اليمنى توصل له بويش، والاخر قايم بدور مليح اظهر قوي زول هنا صادمي، لكن صعوبة أمام كاريكولا اللي عنده الكرة الآن، وبونياك الانطلاقة بونياك مع جفجاف ثم فينيولا بلاتيني منصوري كان بعيد
بونياك من جديد مع جندوز وجندوز يتفوق. الحكم يقول ركنية. بونياك اللي حقيقة هو آخر لاعب ممتاز، تفاهم كبير مع اللاعب بلاتيني. وشاهدناها في عدة مرات يرجع إلى الدفاع ويأخذ الكرة وينطلق. 25 دقيقة لا في القدر ودائما صفر قبل الصفر الشوط الأول. فيولا و دونيلي ومخالفة ضد الفريق الإيطالي قول سيد حنصال. شفشف منصوري من ترجع له المنصوري عند ماروك. شفشف ليحة ليحة من منصوري جميلة جدا المحاولة. صدمي صدمي والكرة الآن في الوسط وجميل ميلا بلومي بلومي داخل قرب المنطقة حاول يقذف مروك وهدف بعد تحضير جيد تحضير جيد. هدف أول بعد 26 دقيقة من منات هو الآخر يعرف يلعب بدون كرة ينسي روحه طيلة بعض الدقائق ثم نجده في المكان المناسب وفي النقطة النقطة اللي تسمح له بالتسديد أو كما شفنا هنا في الدقيقة 26 هدف مقابل صفر. إذن ممتاز بحيث بعد لعب جميل وتحضير في وسط الميدان من هذا اللي كان يظهر داخل منطقة 18 متر وحده أعطاه كرة جميلة تمكن باش يسجل. الميل حقيقة قائم بدور هائل تقريبا كقلب هجوم ثاني كمهاجم أصلي. ماروك لحاء منصوري وصل مليح وفافل فافلو بلاتي بونيا السرعة نتاعو ومعاه كندوز يتفوق. جندوز طريقة نظيفة كسب خبرة كبيرة منذ وجوده ضمن صفوف فريق مارتيك اللاعب جندوز. في كل مقابلة هو أحسن لاعب تاع فريقه. شوف كذلك الفريق الوطني بالرغم من احتجاج بلاتيني يقول ما كانش يعني ما كنش بعيد من التسلل فالفريق مليح شهادة يغير من طريقة نتاع الدفاع طريقة المنطقة ومن حين لآخر خروج اللاعبين من المنطقة ووضع المنافسين في وضع التسلل. يحيى بلومي وش صدمي على يمينه ويش كان مهمة صعبة صدمي في وضع التسلل يعود صدمي ما ضيع منه من فينيولا ثم
جفجاف ومخالفة لصالح الفريق الإيطالي وإنذار يوجه السيد حنصال إلى لاعب من فريق يوفنتوس لاعب فينيولا. للأسف يعني ما نشوفوش اللقطة هذا اللاعب فافيرو لكن فينيولا يحمل رقم 9 وهذا رقم 13 راح يدخل بيولي. بيولي اللي راح يدخل يبدو لي في مكان بونيني. بونيني اللي ما راش في حالة بدنية جيدة. بريو كاريكولا بالفعل بونيني هو اللي ترك مكانه. ياتشي او ليبيدو تدخل الدفاع مرة قل بيقوم بمهمة كبيرة ربط بين خطي الهجوم والدفاع وبويش بويش ينتظر كثير قبل توزيع نتاعو. في الحال كانت انطلاقة موفقة استعمال الأجنحة الجناح الأيمن عن طريق بويش وصدمي والجناح الأيسر عن طريق ياحي وبلومي وكذلك منصور بريو ميدو بادر منصور ياحي 30 دقيقة لعب والنتيجة هدف للصفر لصالح المنتخب الوطني. الهدف من تسجيل مناد للدقيقة 26. مناد اللي عنده الكرة الآن لحى لحى مع مروك وهايلة ولكن تسلل واضح يحيى بونيني لكاريكولا رياتشي فافيرو اللي يحاول يمرر الكرة في الوسط تروح في الأخير بويش ويش اللي هو الاخر ايضا برز الى جانب اللاعب بلومي وماروك. اظن بن يوسف انه منذ الدقيقه 20 الفريق الوطني غير طريقه واصبح يهاجم كثير وينسق كل المحاولات اكثر من ويغير اللعب تاعو. شوف الكره تنقل من جناح الى جناح واللاعبين كذلك يلعبوا مليح بدون كرة ممتازة من بالنسبة لكن لكن رفيقه كان في وضعية تسلل لا ويش قلت يتمكن الفريق الوطني تغيير الأجنحة ويخلي يجلب إليه بعض اللاعبين على الجناح الأيمن مثلا ثم الكرة تنقل الجهة اليسرى ويحاول بذلك مباغتة الدفاع الإيطالي أو دفاع الفريق الإيطالي حيث فيه زوج لاعبين واحد فرنسي والآخر هولندي. جلب المدافعين على الجهة اليمنى واليسرى يترك فراغ في وسط الدفاع يجعل الفريق الوطني هذه خطيرة سوري لكن حتى واحد ما كانوش في مكان جيد عناصر الهجوم في الوسط والكرة تضيع وبصعوبة الدفاع الإيطالي عادة هو الدفاع قوي ومنذ بعض الدقائق أصبح يعاني. نلعب الآن الدقيقة 35 من الشوط الأول هدف لصفر ومنذ تقريب الدقيقة 20 فأصبح الدفاع الإيطالي يعاني بينما الفريق يوفنتوس كذلك ما يمكنش تنظيم اللعب نتاعو انطلاقا من الوسط. شوف الكره الرائعه هذه كره رائعه تجاه
يحيى من بويش يبدو لي. التمريرات الطويلة وتغيير الجناحين أصبح يشكل خطورة على دفاع يوفنتوس. حتى بلاتيني ما أصبحش عنده أو ما أصبحش عنده الحرية كبيرة، حرية التحرك دائما اللاعب أمامه. على برونديلي شوف الكرة تضيع ولصالح المنتخب الوطني عن طريق بلومي. بلومي ولكن صعب وخاف وضعية التسلل. بويش بويش مع الحارس تاكوني بصعوبة، وتاكوني اللي دخل بقوة ويخرج الكرة. الكرة اللي كانت لبست بويش، شوف هنا الذكاء والخبرة نتاع الحارس تاكوني، بقى مواصل جهده أمام بويش، دخل بقوة، فضل اللي يرتكب خطأ وما يتركش الكرة اللي إلى بويش. كاريكولا طويلة ومن هناك مغاري، مغاري ممتاز والتفاهم مع جندو صدمة كذلك ممتاز. قريب كل عناصر المنتخب الوطني أو كل قايمين دورهم لحد الآن. كرة صعبة بالنسبة لصدمي، ترجع إلى بويش ثم فيليو لابراتي. برانديلي فينيولا، فينيولا يرفعها، بلاتيني داخل منطقة خطيرة ومرفوعة، تمكن باش يراقب كورتو مراقبة جيدة قبل القذف، وهذا يقدر يشكل خطورة. بلاتيني هو أحسن هداف لحد الآن بالنسبة لفريق يوفنتوس، وكان في السنتين السنة الماضية وسنة قبلها كان أحسن هداف على مستوى البطولة في إيطاليا. الآن وحصل أيضا على الكرة الذهبية سنتين متتاليتين، أي في سنة 83 و84، وحاليا يحتل أيضا المرتبة الأولى بتسع أهداف. ترجع إلى جافي الدولي أو غريا ثم منصوري. اللومي المرة الجاية اليوم مع منصوري، ممتاز اليوم حقا في مستوى أحسن اللاعبين الدوليين. ممتازة ومارو كذلك توزيعها وبصعوبة الدفاع، شوف يضطر إلى إخراج الكرة ركنية. فضل البراعة الفنية والفن الكبير، يعني حقيقة كما لاحظوا أنتم سيداتي سادتي راكم تلاحظوا تعيشوا معنا هذه اللحظات، اللاعبين منتخبنا في مستوى أحسن اللاعبين المستوى العالمي. شفنا كيف اللاعب يمر وبسهولة وكيف الكرة توصل بدقة إلى الرفيق، خاصة نزيد نذكر بعد الدقيقة العشرين من الشوط الأول. أصبح المنتخب الوطني ضغط على مرمى الفريق الإيطالي وأصبح كذلك مسيطر على اللعب. فينيولا الوسط مع ليميدو لكن يحصل على مخالفة، تدخل قوي من جفجاف. المنتخب الوطني يخطي مليح الاماكن الهامه فوق الميدان ودائما تغطيه. انا زود ثلاث لاعبين امام لاعب من يوفنتوس، شوف التمريره رائعه جفجاف الان. التمريره كانت من بويش، جاف بلومي ماروك يحيى منصوري الانطلاقه، عروض رائعة يقدموها عناصر المنتخب الوطني. ليميدو لاتيني لما منذ الدقيقة العشرين ما ظهرش بحيث، وكذلك بونياك بحيث وسط الميدان ويتكون من برونديلي وفافيرو وبلاتيني، أصبح ما عندوش فعالية اللي كان انطلق بها في الدقائق الأولى. ماروك عند بويش، ماروك رغم من وجود زوج لاعبين يمر، ماروك ليحة والتسلل بالفعل، تسلل تاع يحيى يحتج، ولكن احنا في مكان جيد
حقيقة ياحي كان انطلق قبل ما انطلقت التمريرة تاع رفيقو. تشجيعات الجمهور. حقيقة الفريق الوطني يؤدي في مقابلة جيدة. عين دقيقة لعب الشوط الأول وهدف لصفر دائما في النتيجة لصالح منتخبنا الوطني. الهدف سجله منا في الدقيقة 26. بلومي اللي حقيقة بالرغم من وجود ثلاث لاعبين أمامه. مبروك بلومي وانطلاقة لكن ما يوصلش مليح من بعد. أو منصوري. لاتيني فيني ولا يسبق كثير الكرة و تبقى لصالح فريق يوفنتوس في الوسط وهدف التعادل. بالفعل هدف التعادل من تسديد بونياك بعد 40 دقيقة لعب. بونياك يعدل النتيجة بعد تمريرة ذكية من اللاعب بلاتيني وبعد خطأ في استقبال الكرة من طرف المدافع الشاب صدني. ولكن ما ننساش بأن هذا اللقاء هو لقاء تحضيري بالنسبة للمنتخب الوطني وضروري أن أخطاء ترتكب حيث العدد قليل من المقابلات لعبها لحد الساعة المنتخب الوطني. بويش غارية سوري ماروك تضرب كثير مناد وينطلق ياحي ينطلق. ممتازة ممتازة التمريرة وقوية قوية كثير من بلوبي. ربما كان لو كان ما كانش عندها القوة كان يحطها في المكان على الجهة اليمنى مثلا او يعني على يسرى تاكوني فكان ربما يسجل. ولكن ربما الاعصاب يعني حماس بالفعل والاعصاب هو اللي تركه يعني يقذف بقوة. كان يظن بانه راح يسجل بسهولة وبالفعل كانت انطلاقة جيدة من يحيى. روندي سبالي رياتشي كرة لصالح الفريق الإيطالي. مغاري فن كبير فن كبير مناد بلومي مع بريو والقوة نتاعو بريو. بريو بيكون بعض الأرقام خاصة به 1.92 و 85 كيلوغرام ولعب تقريب 65 مرة مع الفريق الإيطالي. لاتيني طويلة هالمرة ما توصلش. منصوري ماروك شوف جاف يحيى طويلة لكن الكرات مثل هذه ما توصلش. بريو ومناد بريو في الأخير. ماروك قوم بنشاط كبير في الوسط لفقة جفجف. ماروك واللاعب متسل لعب الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول هذا اللقاء الودي التحضيري. فينيولا وبرديلي ثم كاريكولا
غينيولا بلاتيني يزيد في السرعه قرب المنطقه وهو ومعه ماروك فوق عليه وغندوز من هناك دائما في المكان المناسب في التغطيه اللومي اللومي وينطلق بويش لكن كانت تنقصه ربما شويه سرعه بونياك بلاتيني بونياك مليحه لكن منصوري كان اذكى منه ما غلطوش بونياك يحيى يحيى زيد وصل مجهوده الفردي والحكم يصفر نهاية الشوط الأول